السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناتي انتي وحياتك احلى مع دودي. انا غدا احمد. ان شاء الله النهارده هنكمل فيديوهات وصفات العيد، وهنعمل النهارده الغريبه الدايبه الناعمه، وهقول لكم على سر الطعم الموجود في اشهر محلات الحلويات. خليكم معايا للاخر عشان تشوفوا وصفتي النهارده، وما تنسيش لو لسه ما عملتيش اشتراك للقناه انزل اعملي اشتراك للقناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي. ولو الفيديو ده عجبك انزل اعملي لايك للفيديو وشيريه مع اصحابك وحبايبك عشان الكل يشوفه. وان شاء الله هتتابعوا معايا كل الفيديوهات الجايه بتاعه العيد، هتشوفوا احلى الوصفات. يلا نبدا ونقول بسم الله. مقاديرنا النهارده هي 4 كوبايات دقيق. ده الدقيق اللي انا بستخدمه، ممكن كمان تستخدمي دقيق الضحى الفاخر او اي دقيق فاخر. معايا 2 كوباية سمنه من التلاجة، معايا 2 كوباية سكر بودر، والتكه اللي عرفتها من اشهر محلات الحلويات ان احنا بنضيف معلقه صغيره لبن بودر، ومعايا كيس فانيليا اللي هو 1 جرام. ده اول حاجه هنعملها، نحط السمنه في العجان. وطبعا زي ما انا قلت لكم كذا مره، لو ما عندكيش عجان تقدري تستخدمي المضرب الكهربائي عادي، ممكن كمان تستخدمي ايدك، انما يعني لو استخدمتي ايدك هتوجعك لان هتحتاج شغل كتير جدا وضرب كتير جدا. فاحنا هنا هنحط السمنه زي ما قلت لكم، السمنه بارده شويه، انا كنت حطاها في التلاجة قبلها بساعه كده قبل ما اشتغل. هضربها كده شويه لحد ما تبقى زي الكريمة كده شوية، هيتحول لونها للون ابيض كده. هوريه لكم دلوقتي، اهو شكلها. هحط عليها بقى السكر البودر. انا كل ده شغالة على سرعة هادية وبالدراع الشبك. بعد كده هحط الفانيليا وهزود بقى السرعة لحد ما يدينا القوام الكريمي الأبيض اللي متعرف عليه اللي أنا هوريه لكم دلوقتي، وده بيحتاج ضرب كتير جدا، يعني مش أقل من ربع ساعة بالشكل ده. هحط بعد كده الدقيق وهركب الدراع اللي هو زي ما انتوا شايفين كده، الدراع بتاع اللي هو الكف، وده شكل العجينة مش مشققة ولا اي حاجة، هي العجينة اوريدي طرية. هحطها في التلاجة مش اقل من ساعة قبل ما اشكلها، ودي شكلها لما طلعت من التلاجة. هشيل كده شوية عشان هعملهم بالكاكاو، هعملهم بالشوكولاتة، وطبعا الساقات اللي هنعمل فيها هكون مسحاها كده بمنديل في زيت مسحاها. هشكلها كده واحاول اشكلها بشكل دايرة على قد ما نقدر. هي العجينه طريه يا جماعه عادي، يعني ما تتخضوش. بعد كده هحط، انا جايبه شوكولاته كريسبي بيضه ودارك، انت زيني باللي انت عايزه تزيني بيه عادي. هحط كده الشوكولاته وادوس سنه بسيطه، وده شكلها. هدخلها الفرن، فرن طبعا انا مسخناه قبل كده، يعني قبل ما ابدا شغل وانا مسخنه الفرن على درجه حراره 180. هي ما بتاخدش في الفرن حوالي ربع ساعه، انت طبعا هتتابعيها واول ما تاخد لون من تحت هتقفلي عليها على طول. ده الصاج التاني، وهكمل بقيه الكميه واجي لكم. ده بقى شكلها اول ما طلع. هكمل بقى بقيه الكميه اللي هي بالكاكاو. هحط كده شويه بشويه لحد ما يوصل اللون اللي انا عايزاه بالشكل ده، هو ده اللون اللي انا عايزاه. هعمله كده في الساق وادخله برضو اسويه، وهاجي اوريكم شكلها. ادي شكلها لما طلعت دايبه دوب، جميله جدا. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في باقي وصفات العيد في الاسابيع اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.